السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميلك استوتشوك تان وحد كسور دواتان ورك عربسية نيوز قد بدأ ورك هيك حل لغان اتكو داوان دونتان نوحا كميدا مدحوينياش دالك الصوماليا إيا تشبوتي وسيو ذاتيرا وقب تيشير شرايد ايا سيقو التردار وقهد لي أهمية دايلة دهاي حوچينتا حدير كاكرحيا لبدأ دال الصوماليا إيا تشبوتي سيدو كلاينتو وركو سعودا وحاد كو داوان دونتان غارحي ماان تكر داعي مغالة تشوهر قرحاسي ايا وحا كهاد لي مدحوينها مامولكا هير شبالي اي دالك الصوماليا وحانو فافاين كبحية خسارها كردشي قرحاسي ورباين دا انجريسكا وصوبان دكتاها ويني دي ورديهان كرريس صومالي لاني مو فارح و ايديي دا وضيال كواسي وقار كمي دا قضبادا وقدول كرون وركين كوا يكوا كلو فافاسان وحاد كو داوان دونتان وركينو فتسان مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود يدقيس تشبوتي إسماعيل عمر قيلي أي سوى ذا تيراح أقب تيشير ترايد أي سيقو تردير لو قحد لين همية دايلي دهاي حوشين تحديد ككبحي لبدا دالي الصومالي تشبوتي لبدا مدحوينها أي شيء كولان أي كولا فقورين أتكاين تدنها أي وداقان لبدا دولدود إيا حلو هيلدة أقبدها كتيرا قبلك وحانا حسين إنا يسكا كاشان دوران حوشين تأمنها وحوذا قبسيقا إسدحقال كردقالها إيا إنسي وذاتيرها لوغا فايد إستفرسادها كتيرا قبلك جيسك أفريكا إيا قدهان بقاردة وحال كيدي وينوتا هايولي ميلان أسو طلب دونانو أسو رأي دونانو مركي عان رئيس قبنا عان كسو عبانو وعان محان كورا دا ورهلا تلهلا ليريه عان هالكا عان حوكتي ورقا عان كسو دونانو إذا الكان ولا لا رجبوت قدهان سودوينتا إي مرحبينتا إي قدرينتا مرتقلينتا كسكو دي و قفك بين آدم كاي أدونك كنور شخصي أما نيشن هدين ويهايبا وحا أو بحيا أما هدية أو بحيا وحا أو قارسا ونفتيس أنغا دالكان إي داد كيسا وقان كان مدحوين إسماعيل نف أيانو لوهوري ديك أيانو لو دادي وحيابا بدن آدي آد عرس بدن أي مصالح دين إي شرفتين إي كرامة دين سلو سوء اليوم معها دقارو قف كسية إي معها قف مالين ومالكا أماني نفتي سهين ورال كلمة صحة وسيدة أيتها وترجمان واحد نولا مد معها مركا إدكالا ونولا مد يهي دل كان مجرتو بن آدم كنا سيدي سبا سكومنا قدريو سكومنا احترامه وحيابا ماتيريال كا وحالا سكو احترامه وحاوين قدرينتا يوينينتا يحشمدا قفكو وقواهي قف معها صومالي إنك سهل قوس إيتهاي إنت في صومالي كوهذا شيء مالك سو أي جوك تبع هدنا الدل كان جبوت اللي يرادو إنت صومالي كوهذا شيء إنت كربا ورالو قديس مدن سيد نبدأ يهارمونيكا أي قوة نولي هي قوة الجوجان والدولة دولة وحده ولا عشان يعني حبا عشرة إن كبرنا عنو بعنا كم إنت فرصة إن نوسي وكأدي أدا يوم ما هاد مدحوينها جبوت إسماعيل عمر قيلا يردن كيس وقام مهد عليا مدحوينها دلك الصومالية يوفت جيسا بوقشادة رسمية هي كوي مادين دلك جبوت إساقوة المامين سعدالك مدحوينه وبدقوية هي حوشين تحرير كا سوچرين كا إكاد حيا لبدا دل صومالية يددوينها في صومالية كوحد لي يوردن إناي التبيان وحا قبانا إنه سعودال كان معني هيسا سؤاله فربضانو عن ماش اللي إكينا باهين اللوقبو أنيه إلى ماها هدنا قصب بينا وطهي سياسيين هدنا هاي إنان كجوابنا سؤاله وحي أي مجدي كجرو دادك أكو سابسان سعودال كينا سعودال كمدحوينا يو أن حالة دا جيسكا دي لو بعضو وحان أناقو حقين جبوتي أدن هاي سي قدرين يحوش ملح يان وسو دوينينا مدحوينها ودنكيسي انو جوغانا وان
islaanahay inuu nala dareemayo waan hubnaa inuu galgacalna u qabo Jabuuti annaguna intaa in la eg inaan u qabno waa isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena uu nala joogay waan wada shaqaynay iminkana waan wada shaqaynaynaa madaxweyne soo dhowow floorka waan kaaga kacay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudla oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada Jawhar ayaa faahfaahiyay khasaaraha ka dhashay qarxiis midaaminta ahaa ee barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Jawhar kooxihii argagixisada ahay ee ummadan nolosha u diiday oo deganaanta u diiday ayaa gaaray waxyaalaha qarxa ay ka soo buuxiyeen waxay ku soo dhifteen hotel ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Hirshabeelle ee riyada ku dhaweeyd dadkii deganaay waxa guri ku yiilo dhanaway baabeen waa cadaw aan naxaynin ummadaana baabeed ee dhibaatadeeda habeen iyo maalin ka shaqeeyo waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaahay uu naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ah siiyaan leenahay wixii ay maganaayeen oo dhibaatahay ummadaan la rabeen ilaahay ayaa sakhiray runtii qaraxa meesha ka dhacay culayskiisa iyo khasaarihiisu way kala duwan yihiin dadka dhintay oo u dhibaatadaas guryihii ay ku dumeen ilaa 3 qof oo aan xaqiijinay oo ka soo bixinay guryihii hoostooda ay ku dumiyeen dhaawacan ilaa 7 qof ayaa dhaawaca dhaawacooduna waa sakhiran yahay alxamdulillaah iyagana waxaan rajay caafimaad degdeg ah Allah uga baryayna intii dhimatan Allaha u naxariista ayaan leenahay guud ahaan ummada Soomaaliga gaar ahaan ciidamada qalabka sido haddii dawladda federaalka tahay iyo haddii tahay dawlad goboleedyada intaba in la iska kaashado cadawgan oo gacan mid ah lagu la dagaalamo waa dad aan arxan lahayn oo aan kala soocaynin dadka shacabka iyo dadka dawladda u shaqeeya intaba aan kala soocaynin runtii waxa hadda geerido labada qof oo meesha ku dhimatay laba qof oo shacab ah iyo qof ciidan ah saddex qof oo dhimatay waxay cadeyn u tahay hantida ay ku burburiyeen iyo dadka shacabka guryahoodii dadka waayeelka iyo ilmaha iyo haweenka guryaha ay ku dumiyeen waxay ku tusaysaa inay yihiin dad aan naxaynin dad cadaw ah ee ummadan inay baabiyaan maahane wax kale ay ka shaqeeyaan aysan jirin waxaan leeyahay gacan midaysan lagu qabto meelna la isaga soo jeesto warbaahinta Ingiriiska oo maalmihii u dambeeyay baarid ku waday haweeney u orodyahanka reer Soomaaliland ee Maxamed Faarax ku eedeeyay inay si sharci darro ah u geysay dalka Ingiriiska sagaashamaadkii ayaa hadda maanta soo bandhigay magaca rasmiga ah ee haweeneydaasi iyo magaceeda. Orodyahanka caalamiga ee Maxamed Faarax oo magaciisa runta ah uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin ayaa toddobaadka hore sheegay in sanadihii sagaashamaadkii sifo sharci ahayn loogu soo dhoofiyay UK isla markaana haweeneedii kaxaysay ay adoonsan jirtay muddadii uu gurigeeda joogay. Laakiin wargeyska Daasaan oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer UK ayaa baarid iyo dabagal dheer oo ay ku baadi goobayaan gabadhaasi waxay ku ogaadeen in haweeneyda uu Xuseen Cabdi Kaahin eedeeyay ay tahay Nimco Faarax oo xilligan degan Ingiriiska. Wargeyska uma suuragalin inuu Nimco si toos ah ula xidhiidho balse wuxuu xiriir la sameeyey qoyskeeda. Haweeneydan oo 40 jir ah ayaa qoyskeeda u sheegtay in Maxamed Faarax oo magaciisa runta yahay Xuseen Cabdi ay dalka Ingiriiska ku geysay fiisa been abuur ah balse waxay diiday isla markaana been abuur ku tilmaantay inay adoonsadeen Xuseen markii ay London geysay eedaas oo uu hore ugu jeediyay orodyahanku. Axmed oo waramay wargeyska Daasaan ayaa hooyadii ka soo wariyay inay sheegtay in qorshihii ay London ku geynaysay Maxamed Faarax uu isbedelay daqiiqadihii u dambeeyay ay safarka gali lahaayeen kadib markii ay ogaatay in fiisa ay sidato oo ay u maleynaysay inay 3 caruur ku dhoofi karaan ay laba kaliya loo ogol yahay taas oo ku qasabtay inay dariiqan khaldan ku kaxayso. Axmed oo ah wiilka ay dhashay Nimco ayaa mar kale oo uu la hadlay warbaahinta BBC-da waxa uu sheegay in hooyadii aanay wax dambi ah gelin, hooyadii wax qalad ah ma sameyn. Axmed waxa uu sheegay in xilliga ay hooyadii ahayd gabadh yar oo haysata laba caruur ah, laguna khasbay in Maxamed Faarax ay geysan London. Hooyadii waxay sheegtay in wax walba halis
وقال لي إنه مو فارح مرنا لي ما دو أي ولد قنتو سيدي ويل كده وكله مركا سيدي اللو هذين يا وحيا له هنحن أيو يلي مو فارح يا دوار شيء جين حلقي لندن لك هنا لقى بدل ما عيسى رنتها يا حسين عبد الكاهن أو ضيال القضب كاس يا قدم بيحل تبين تنا ورد أنت نورك ومرك عيا كل مدونه حنكتك يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.